هذه السدرة اسمها سدرة الأبدلية. طبعا السدرة هذه حسب كلام الأولين يقولون ان السدرة هذه موجودة من قبل 1950، لكن قبل 1950 متى بدأ ظهورها او متى وجدت في هالمكان هذا ما يدرون. طبعا المنطقة هذه كانت مأهولة بسنة تقريبا 1960 الى 1965 او الى 1970 تقريبا، كانت مأهولة المنطقة هذه في عوائل تسكن في أشيش بالصوب هذا وطبعا بالصوب الثاني كان يسكنون أشيش، وكانت السدرة هذه موجودة من ذيك الفترة، كانت موجودة وكانت تقاوم طبعا الظروف البيئية والجوية، وكانت لما يعني تأكلها الماشية مثلا الجمال والأغنام تعيد نفسها وتطلع مرة ثانية، فكانت موجودة من زمان قبل 1950 موجودة السدرة في المكان. فنلاحظ أن حطوا عليها سور يعني حماية البيئة، وهذه بادرة طيبة منهم عشان يحمونها، يعني يمكن يحمونها من السيارات أو من يعني أحد يشيلها مثلا كسدرة قديمة في المكان هذا.